تحية لأبطال نصر أكتوبر المجيد، تحية لشهداء يوم النصر العظيم، تحية لكل أفراد القوات المسلحة في كل وقت وفي كل حين، درع وحماية لمصر منذ آلاف السنين. هنيئا لمصر بقواتها المسلحة الباسلة، وتحيا مصر وجيش مصر. هنروح لأول فقرة معانا النهاردة مع سيادة اللواء فتحي محمد كمال، ده طبعا أحد أبطال حرب أكتوبر. بس قبل ما نتكلم معاه هنشوف جزء مجمع جميل عن نصر أكتوبر عاش في وجداننا إلى الآن. فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت، وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم، ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة، وثقتنا في علمها، ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة، وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. في البيت مع سامح في البيت فنك هيبان. طبعا قواتنا المسلحة هي الدرع والسيف الآمن لمصر ولأشقائها العرب كمان.